هسه نكمل الجزء الثاني من المحاضرة مالت القلب. راح ندخل بالقلب القسم الثاني اللي هو the heart. يقول the heart is a hollow muscular organ that is somewhat pyramid shape. يقول القلب هو عضو عضلي مجوف, hollow يعني مجوف, muscular يعني عضلي, organ يعني عضو, that is somewhat pyramid shaped اللي هو تقريبا إلى حد ما يكون شكله مخروطي أو هرمي. يعني pyramid معناها هرم أو مخروط. اللي بعده يقول lies within the pericardium and the mediastinum. يقول هو موجود وين بال, يكون وين بالبريكارديوم؟ بالوسط. احنا مو قلنا هذا الوسط هذا الميدينال لاين, هذا الوسط, وهنا عندنا البريكارديوم اللي هو الغلاف اللي يغلف القلب, وهنا عندنا القلب. It is connected at its base to the great blood vessels. يقول هو متصل من القاعدة مالته بالأوعية الدموية الكبيرة. But otherwise, ولكن غير ذلك, ليس free within the pericardium. بس الأشياء اللي غير ذلك تكون حرة مع البري كارديوم, مع الغشاء. هسه surface of the heart, أسطح القلب. The heart has three surfaces. يقول القلب عنده ثلاث أسطح اللي هو sternocostal اللي يكون anterior, هذا عندنا الجسم, وهذا الجزء للأمام مالته. فإذا هذا السطح اللي اسمه sternocostal, هذا اللي يكون interior. زين, إذا نلاحظ التسمية مالته اللي هو عندنا عظم القص اللي هو sternum, فإذا هذا مخلية من عظم القص, بيناتهم حرف O بالوسط, وكوستال ما أعرف شو معناها, اللي هو يكون للأمام. فإذا هذا السطح من نقرأ أنه هو sterno, فإذا هو يكون مقابل لعظم القص, وهذا هو عظمة القص. هذه عظمة القص اللي متصلة بالأضلاع. هسه اللي بعده عندنا ال diaphragmatic اللي يكون inferior سفلي. ال diaphragmatic تتبع لل diaphragm اللي هو العظم الحجاب الحاجز. فإذا هذا عندنا موقع الحجاب الحاجز, فإذا هذه الجهة اللي تكون سفلى inferior, وهذه التسمية مالتها. وعندنا البيس القاعدة اللي تكون posterior, تكون للخلف مواجهة للظهر مالت الجسم. وعندنا it also has an apex, the apex كان عندنا بالسن, هذا السن هيجي, هذا الروت. فهذه المنطقة هنا القمة مالته اسمها apex. فإذا apex ماكو أحد ما يعرف يعني شنو apex, هي النهاية المدببة اللي تصير, اللي يقول اتجاهها which is directed downward, forward and to the left, اللي يكون اتجاهها للأسفل و forward ولليسار. هذه هي الابيكس, النهاية المدببة مالت القلب. هسه راح أوضحها بالتفصيل بالمجسم الثري دي.
هسه هنا عندنا مجسم جسم الإنسان هذا من الأمام موجود بيه القلب والرئتين. إذا نشوف إنه هذا عندنا عظم القص هنا، هذا عظم القص اللي هو اسمه سيرنا، هذه الأضلاع اللي هي اسمها ريبس، وجوه صاير رئتين، والقلب صاير هنا بالنص. هذا الموقع مالته هيك صاير. هسه راح نشرح نشوف ايش حيصير. اذا نشيل عظم القص هذا الستيرنو نشوف وين عندنا القلب، صاير وين بين الرئتين. نشيل الاضلاع نشوف القلب بدا يطلع وموجود بين الرئتين. نشيل الرئتين نشرحهم، فطلع لنا القلب. طبعا هذه القصبات الهوائية مالت الرئتين هم نوخرها حتى يطلع لنا بس القلب. هيك شي. بس نشوف هذا شكل القلب من الأمام مالت الجسم. هذا السطح مالته اسمه سيرنو كوستال اللي يكون انتيريور. هذا هذه التسمية سيرنو كوستال اللي يكون انتيريور اللي هي هذه هذه الجهة. هسه شوية راح ناخذ انه هذه الجهة اللي دا نشوفها الاسترنال كوستال سيرفيس اللي تكون هذا السطح الأمامي مع القلب اللي هي تصير انتيريال مقابلة العظم القص. من شو تتكون؟ أي ردهات حتواجهها؟ هنجي نفصلها بس شو وقت. هسه ورا ما نخلص أول شي نعرف أماكن الأصدع. هسه حنشوف السطح الثاني اللي هو عندنا diaphragmatic inferior. سطح الديافراماتيك اللي يكون سفلي inferior. هسه مو هذا القلب، هذا الجسم وهذا القلب، فمن نسوي نقلبه هيجي نشرح هذه العضلة نشيلها طلع لنا هذا السطح. هذا اسمه diaphragmatic inferior. ليش؟ لأن هنا عندنا موقع الحجاب الحاجز يصير لي جوا، فإذا هو يكون مواجه للحجاب الحاجز، فإذا اسمه تقريبا قريب من اسم الحجاب الحاجز لأنه مشتق من المصطلح مادي. هسا عندنا ثالث سطح. طبعا القلب هو يتكون من ثلاث أسطح، أولا ثانيا ثالثا، هذه مجرد إضافة إبس. البيس تكون posterior. القاعدة مالت القلب تكون posterior. هسه إذا هذا الجسم نروح نشوفه من ورا، نشيل العمود الفقري ونشوف شحيح. هسه عندنا آخر شيء بالأسطح مالته اللي هو جزء اسمه الأبيكس اللي يكون اتجاهها للأسفل ومن الجهة اليسرى. هسه هذا شكل الجسم، فإذا إذا أروح على الجهة اليسرى هذه الجهة اليسرى من الأسفل، فهذا جزء إذا المدبب إذا نشوفه ينبض هو الأبكس.